عمري ما جيت إلى إربد إلا نكون أنا وست فايزة معا. هذه السيدة الأنيقة الجميلة المعطاءة يعني تفرض نفسها. هي عملت بالتربية والتعليم لمدى 30 سنة، وأنا بعتبر إنه عمل المعلم هو أرقى مهنة، لأنه بصير يتلامس مع الشباب والطلبة والمجتمع بشكل واسع. لم تكتفي أنها أم وربت أسرة ناجحة، لكن لم تهمل دورها الإنساني الفردي، فهي عملت على كل الأصعدة في العمل العام بمساعدة الجمعيات ومساعدة الكشاف، مساعدة مرضى السرطان ومساعدة جمعية الأسرة البيضاء اللي أنا شكلتها في أول السبعينات. قامات إربداوية من النساء ساهموا بإنشائها، ثم جاءت فايزة بالانتخاب. أحلى ما في ست فايزة أنها معطاءة طيبة النفس. في بيتها هي وزوجها كانوا يشكلوا وحدة رائعة في العمل والاستقبال وطيب النفس، وبعدين أولادها ساهموا في دعمها بذلك، فهي فعلا معطاءة ولا تنتظر جزاء، هي مترفعة عن المصالح الشخصية. ساهمت في كثير من الجمعيات بالشمال، ومنها جمعية السرطان والسكري، وساهمت في البعد المدني يعني بالحكم المحلي، لأن البلديات هي التي تخلق التماس اليومي مع المواطنين واحتياجاتهم. بلدية إربد احترمت ست فايزة وعملت الحفل الكبير للمئوية، واللي تشرفت بدعوتي إني أرعاه. كثير بحب أقول إنه إحنا الرائدات اللي سبقنا في العمل الاجتماعي، نحن مهدنا الطريق للأجيال التالية. لما أنا بدأت بالعمل الاجتماعي لم يكن مقبولاً وجود المرأة بالساحة. ست فايزة الصديقة العزيزة، أنا بحب أقول لك صباح الخير في هذا البرنامج، وأتمنى لك دوام التقدم في العمل العام والإنساني والأسري والخيري وعلى كل الأصعدة وحتى السياسي والحزبي. أهلاً فيك ست فايزة، تمثلين الشمال أحسن تمثيل.